أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال، هل السلفية هي الفرقة الناجية؟ إذا لم تكن السلفية هي الفرقة الناجية فمن هي؟ فرقة الضلال هي الناجية؟ ما ينجو يوم القيامة إلا السلفية الذين على منهج السلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه السلفية، من كان على ما عليه الرسول وأصحابه هم السلفية وهم الناجون، قوله إلا واحدة يعني نجت من النار. هذا معنى قول العلماء الفرقة الناجية، يعني لأن الرسول شهد لها بالنجاة، فقال: كلها في النار إلا واحدة، من كان على ما عليه الرسول وأصحابه. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم سلف الأمة، والذين اتبعوهم بإحسان أيضا ساروا على منهجهم هم سلف الأمة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الرسول يقول: كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما أنا عليه وأصحابه. والله جل وعلا يقول: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو النجاة، وهذه هي الفرقة الناجية، ومن عداها فهو غير ناجي، هو في النار سواء كان مخلدا فيها أو يعذب فيها بقدر ذنوبه ومخالفته ثم يدخل الجنة. فالفرق تختلف، من كان من الفرق الكافرة فهو في النار مخلد فيها، ومن كان من الفرق الضالة فهذا يعذب بقدر ذنوبه. نعم.